السلام عليكم، سميتي خولة وفي عمري 18 عام. أنا بنت بحال كاع البنات، كنت قاسم معاكم الأحلام والأماني والهوايات وكاع الحوايج اللي يقدروا يعجبوا أي بنت. أنا شديت الباك هاد العام، ما قادراش على المسؤولية ديال القراية وبزز باش شديته، كيبان ليا غير كنضيع الوقت. تربيت في عائلة محافظة، عائلة كبيرة بزاف، حنا ميسورين والحمد لله، ولكن النظام صعيب عندنا في الدار، ممنوع على البنات الخروج والدخول. كاع خواتاتي اللي كبر مني خرجوا من الإعدادي وتزوجوا، أنا اللي كنت صغيرة فيهم. أنا بنت زوينة بزاف، بيضة وفرمتي زوينة لدرجة كتجيب لي المشاكل في الزنقة، شعري تحت ظهري حيت ممنوع نقطعه. ما عشتش المراهقة ديالي بحال البنات، ما كانش عندي الحق نبغي أو لا نتعجب بشي حد، حيت من صغري ومن اللي حليت عينيا على هاد الدنيا وأنا مخطوبة لإنسان ما كنعرفوش. ارتبطت بيه فاش كنت في كرش ماما، خطبوني لولد خالتي جواد، ما كنعرف عليه والو من غير بعض الذكريات اللي مازال كنعقل عليها في الصغر. كان كبر مني ب7 سنين، كنعقل كانت عندي 4 سنين كيصايب معايا التمارين وكيديني المدرسة، ولكن فاش وصلت عنده 20 عام هاجر لأمريكا باش يكمل قرايته. وبما أن عائلة خالتي كيسكنوا في مدينة الرباط فما كنتلاقاوش. واحد المرة فاش كنت كنقرا في سانكيان جا عندنا في عيد الفطر ومن تما ما شفته. غادي تسولوني علاش قبلت نتزوج بواحد بدون الإرادة ديالي، بشخص ما كنعرفوش فاش كيفكر ولا كيفاش دايره نظرته للحياة. غنجاوبكم باللي ما عنديش اختيار، عائلتي صعيبة بزاف. في واحد النهار من 6 شهور قالوا لي عائلتي باللي العرس غيكون في شهر 8 وباللي خاصني نوجد راسي حتى تجهيزات العرس والملابس الداخلية وكل شي، ماما وخواتاتي الكبار اللي اختاروهم. ما كانش عندي دراية بدوك الحويج، كيف ما كنقولو كنت رمانة مغمضة. المهم الوقت داز بالزربة وانا ما مسوقاش، يعني ماشي بحال شي عروسة ما بقات ليها غير سيمانة وتزوج. كنت طالقة السنطة ما عارفاش اش كيتسناني من بعد. ايوا شنو ندير، حتى خطيبي ما كانش عندي الحق نهضر معاه او لا نشوفه بحكم التقاليد، ما من حقكم تلاقاو حتى تولي ديالو، وكاع ديك التصارة ديال الافلام ما عندنا ما نديرو بها. وصل النهار فاش غنكتبو، انا بطبيعة الحال وجدت راسي وهداتني خالتي واحد التكشيطة زوينة باينة فيها غالية بزاف، وقالت لي انا نلبسها ونوجد راسي حيت العدول غادي يجي للدار. وكانت هاديك اول مرة غادي نشوف راجلي من شحال هادي، كنسمع بيه غير في الحكايات. لبست التكشيطة وطليت في المراية الكبيرة اللي قدامي، واو هادي انا. صراحة عجبني راسي بزاف، وحتى المكياج اللي دارت الكوافورة كان متقون مزيان. ما سخيتش براسي، تمنيت نبقى نشوف. ولكن في ديك اللحظة دقات ماما عليا وقالت لي باللي الناس جاو وجواد كيتسمى. كنا عارضين على العائلة حيت هاد النهار ضرب صداق ومازال العرس من بعد. ماما فاش شافتني تغرغروا عينيها بالدموع، واخا ما بغاتش تبين وبقات كتقرا عليا. انا ما عارفاش باش كنت كنحس احساس غريب، احساس بالمجهول. واخا هكداك كان في قلبي دافع قوي نشوف جواد. درت الزيف ديالي اللي جا من فوق فوق المشطه ونزلت والعيالات كيزغرتو وكل شي فرحان، واخيرا شفت جواد. تبدل بزاف، اويلي هذا هو. كان كيبان بداك الكوستيم بحال شي ممثل، طويل وكتافو عراض وجسمو رياضي وشعرو كحل وعندو لحية خفيفة. انا تزنقت وما بقيت عارفة ما ندير في هداك الموقف. دبت في هديك اللحظة، راجلي زوين بزاف حمقني، حمدت الله وشكرته. جواد كان حشمان حتى هو، واخا هكداك بقى كيشوف فيا واحد النظرات عندو كدوب، متأكدة باللي حمقته. كتبنا كتابنا
ومشاو الناس وقال لينا بابا باللي عندنا الفرصة نهضروا شوية باش نتعرفوا أكثر على بعضياتنا. غير دخلنا البيت ومشات ديك الحشمة اللي كانت كتبان عليه، قرب مني وبقى كيشوف ليا في عينيا. أنا ضخت حشمت وتمنيت ما نكونش في هذاك الوقت. هذا ماله غادي وكيقرب؟ تخلعت وهو يجر ليا الزيف اللي كنت داير على راسي. فاجأني بالشجاعة ديالي وقال لي ما تخافيش خولة، أنا دابا وليت راجلك، ما خاصكيش تحشمي مني. غير بدا كيقرب وانا نعطيها اللبكة وكنبكي بالجهد. دارنا تخلعوا وحتى هو ما فهم والو. قال ليه بابا من الاحسن تعطيها وقت حيت حشومية بزاف. مشى فحالو وغير مشى وتجمعوا عليا خواتاتي وبنات العائلة كيمدحوا في الجمال ديالي. ما كنتش مسوقة، كانت فيا الخلعة بزاف. كنت كنفكر في النهار فاش غنكون بين ايديه وانا ما عندي حتى ثقافة او خبرة. دازت سيمانة ووصل يوم العرس، درناه في الفيلا ديال جدي. كاع العائلة كانت حاضرة والناس فرحانين، كل شي كيزغرت وكيشطح. انا طلعت كنحمق في العرس بشهادة الجميع. جينا مواتين، هو مرة مرة كيغمز ليا وكيضحك وانا شداني التقفقفة من ديك الليلة اللي كل شي كيخلعني بيها. بحكم ان عائلتي محافظة بزاف ما كانش عندي انفتاح على العالم وما كنتش كنعرف شي حاجة سميتها ثقافة جنسية من غير ان الراجل كيدخل بمرته وكيخرج الدم وكتعذب مسكينة وإلى ما خرجش الدم كيطلقها. كانت ديك الليلة كتبان ليا بحال شي كابوس، كنت سناه غير امتى يدوز على خير. سال العرس وركبت مع راجلي في الطوموبيل. كان القرار ديال جواد ندوزو أول ليلة لينا في الباطو، ندوزو أول ليلة ديالنا في الباطو اللي غادي نسافرو به لباريس، ندوزو شهر العسل. هاد شي زاد وترني كتار حيت أول مرة غادي نخرج من المغرب. وصلنا ومن بعد ما ودعنا العائلة حسيت بواحد الإحساس ما يمكنش نوصفه. أنا متأكدة باللي أي وحدة مزوجة غادي تكون حسات به. فارقت والدي وخوتي بالدموع، تمنيت كون ما كبرتش كون بقيت صغيرة ديما حداهم. كان الحزن كيبان على وجهي. فاش وصلنا لحدا الباطو نزلنا من الطوموبيل، جا جواد وقف قدامي وطلع لي وجهي بايديه وقال لي انا عارفك خايفة مني، عندك الحق، انتي ما كتعرفينيش مزيان، ولكن خولة كان حلف ليك باللي الايام اللي غدوزيها معايا غتكون اجمل ايام حياتك. وما عرفتش كيفاش دار وجرني لعنده وعنقني قدام الناس. انا كنت غدا نطيح، كنحس بايديه فوق ظهر، المشاعر ديالي تخلطوا عليا. عمري ما كان كيحسب ليا باللي الزواج كيخليك تحس بهذا الشيء، باللي راك في الحضن ديال واحد الانسان اللي هو راجلك وانك ما كدير حتى شي حاجه خايبه الا قربتي ليه. كنت كنحس بالانفاس ديالو وهو معنقني وانا ساكته، قلبي كان غادي يخرج من بلاصتو. ما فقت من الدهشه حتى طلعنا للباطو، كان كبير بزاف فكرني في التيتانيك. حسيت براسي زعما كنعيش الرومانسيه. كان عامر بالناس، حسيت شويه بالارتياح حيت ما كيناش بوحدي. كان جواد شاد ليا في ايدي، مشينا من بعد الغرفه ديالنا. تكيت فوق الناموسية على ما يجي جواد وبقيت كنفكر. حليت عينيا مخلوع وبان لي الضو وشفت في الساعة، لقيت 8 ديال الصباح. تخلعت بزاف ونط كنقلب راسي ياك ما كاين الدم، وبقيت كنسول راسي شنو وقع بلي، واش زعما يكون غفلني ودار فيا ما بغى، واصلا كيفاش دازت بيا عيني ونعست. لا محال، الحوايج ها هما مازال لابساهم. شويه اتحل الباب ديال الدوش، بقيت كنشوف جيفتو وانا نتصدم. بان ليا جواد خارج من الدوش ولاوي عليه فوق، شعره فازق وكيبتسم ليا. انا دغيا نزلت عيني بالحشمه، ضحك ليا وقال صباح الخير حبيبتي احلى عروسه. ما زعمتش نجاوبو اولا نشوف جيفتو. جا جلس حدايا وطلعت فيه الشوفه، كنت غدا نسخف. الجسم ديالو بحال الممثلين اللي كيديروا الاشهار شامبوان،
صراحة حليت فيهم، حتى عقت براسي ونزلت عيني، وتاني شد ليا يدي وباسها وقال لي: عقلتي على البارح؟ وغمز ليا. انا في هذيك اللحظة حسيت بالعرق ينزل مني. البارح يعني دارها بيا؟ قلت لي: كيفاش؟ لا حشومة عليك، اش داك انت يلا بغيت نبدا نبكي. انا نيت على سبا، وهو يطلق بواحد الضحكة وقال لي: لا ما تخافيش، البارح داك النعاس. قلت: نخليك نعسة عاد ارتاحيت. وقلت مع راسي: هذا باينه فيه ضعف، خاصني نجمع راسي معاه قبل ما يتصر عليا. وانا نتفكر تاني باللي راجلي ضخت، ما بقيت عارفه ما ندير، هاد شي جديد عليا. قال لي نوض ندوش ونبدل حوايجي على ما يجيبوا الفطور. هزيت باليزتي ودخلت بها للدوش، جبت غير الحوايج ديال النعاس اللي معرين وحوايج الخروج صافي، يعني حتى بيجامه مستوره ما كاينه. اويلي زعما نلبس هاد العجب ويشوفني هكا، هذا هو المسخ بعيني. بقيت حايره اش نلبس واش ما نلبس. خديت واحد لونسومبل ديال الخروج ولبسته، درت زيفي وتقاديت وخرجت. لقيته كيتسنى وتعجب، قال لي: فين غادا؟ قلت ليه: ما بغيتش نفطرو هنا، تخنقت، عافاك نخرجوا على برا. وانا اصلا دايره هذا الشيء غير باش ما نلبسش شميز دنوي قدامه. المهم ابتسم ليا وقال لي اللي بغيتي. جا قرب مني تاني وقلبي غادي يخرج من بلاصتو، باسني في جبهتي والشوفه ديالو كتذوب السخف. حتى انا بديت كنتفاعل معاه وابتسمت ليه، وانا ممتنه ليه حيت صبر عليا هذا الوقت كله وما بزز عليا والو. كنحس بيه كيعرفني نسيان وكيقرا الافكار ديالي. المهم خرجنا وحطوا لنا الفطور وتقابلنا مع البحر. المنظر يا سلام، حسيت واحد الاحساس في شكل، احساس زوين بزاف. حسيت بالامان وحسيت باللي كبرت وما بقيتش ديك البنت اللي تقدر تلعب في دارهم بحال شي بريهيشه، وليت مراه مسؤوله. بقيت كنشوف في البحر، ودرت عند جواد ولقيتو كيشوف فيا وقال: فاش كتفكر الحبيبه ديالي؟ انا تزنقت وحشمت وابتسمت وقلت ليه: لا والو، البحر زوين. امتى غادي نوصل؟ قال: قريب ان شاء الله، ياك معيتي. قلت له: لا غير سولت وصافي. وهو يقول: خوله باش كتحسي؟ واش خايفه مني؟ ما عرفت ما نقول ليه. بقيت ساكته شويه وانا نقول: لا دابا ما بقيتش خايفه. قال: نسيتي فاش كنا صغار كطلبيني نكتب ليك الانشاء، ونسيتي فاش عمي كيقول ليك ما تكتريش الفهيد وكنجيبو ليك بالتخبيه؟ هنايا تفكرت ذكريات، تفكرت ايامات الصغر، حسيت لاول مره، حسيت لاول مره باللي هاد الانسان اللي قدامي كنعرفو من شحال هادي. حسيت بالحب، كنحمد الله حيت انا مزوجه دابا بجواد، هو اول راجل في حياتي. كنحمد الله اللي ما خليت حتى شي واحد يتفلع عليا بهضره خاويه ويوعدني بالزواج ويخوي بيا. حسيت بزاف ديال الحوايج، وبقينا مجمعين وداز الوقت دغيا، وداز الوقت دغيا مع حبيبي جواد اللي وليت كنحس بيه قريب ليا، غير من هاد السويعات القلال اللي دوزت معاه. عاود ليا شويه على حياته وعلى عيشته في امريكا، وباللي الجو تما والناس مختلفين بزاف. نسيت ما قلتش ليكم باللي جواد تخرج الطبيب وقرر يحل العياده ديالو في بلاده، وعرفت باللي راجلي شاب طموح بزاف. ووصلنا لفرنسا وكان الليل، ومشينا للوطيل اللي غندوزو فيه اسبوع. غير من الدخله ديالو كيبان واعر كله ضوا، غير حطيت رجلي فيه وانا نتفكر تاني ليله الدخله. تفكرت اش كيتسناني هاد الليله اللي شحال قدي ما نهرب. طلعنا للبيت وكنت خايفه، ولكن في نفس الوقت فرحانه حيت كنحس باللي وليت كنبغيه بزاف. ما يمكنش الوحده ما تبغيش راجل بحالي. حل الباب ودخل وحيد جاكيطه ديالي وبحالي نقرا الافكار ديالي. قال لي: خوله غادي غير هنا غنشوف شي حاجه ونجي.
ما غاديش نتعطل، خودي راحتك. قلت له واخا انا غدا نسناك جوان. فاش خرج مشيت كنشري الحوايج كنقلب على ملبس. امي انتي اش هاد المصيبه، كل شي معري. عمري تخيلت شي نهار نلبس هاد الخويطات اللي ما عرفتش اصلا علاش داروهم. حرت شنو نلبس، بانت ليا واحد الشوميز حمراء شفافه مع سترينك ديالها، عجبتني الصراحه وقلت نجرب. لبستها وتقابلت مع المرايا، عجبني راسي. انا كنت عامره شويه، ما قصيره ما طويله، جا معايا الحمر بزاف. ديك لا شوميز كانت محلوله بزاف من الصدر. تخيلت شنو ردت الفعل ديالو فاش غيشوف هاد المنظر. حسيت بالانوثه ديالي وقلت مع راسي ما عندي ليش نحشم، انا غندير هاد الشي لراجلي، واصلا هاد الشي غنكتب به لاجر. طلقت شعري ومشطته وبقيت غاده جايه قدام المرايا، عجبني حتى الجسم ديالي. من بعد العنايه اللي درت ليه والماسكات ولا رطب وبيض بزاف، ما فيه حتى شعره. بقيت كنشوف شويه، سمعت شي حد جاي، عرفت بلي صافي خاصني نواجه الامر. ادخل جواد وغير هز عينيه فيا وهو يوقف، ما بقاش تحرك، تخلع او لا ما عرفتش شنو، بقى كيشوف خلعني. قلت ياك ما درت شي حاجه، ولا يمكن غيقول مع راسو هادي ما مأدباش، شوف شنو لابسه من نهار الاول. حرت، بغيتو يقول غير شي حاجه. قربت ليه شويه وشدني من كتافي، حسيت بايديه باردين، وقرب شويه لودني وقال لي كنبغيك، كان حماق عليك. كلمه كنبغيك اول مره كيقولها ليا شي راجل. شفت في عينيه كانوا كيضويو، حسيت بالكلمه خرجت من قلبه. قرب تاني من ودني وقال انا كنت عايش في امريكا وشفت شحال ديال البنات بكاع الانواع، وعمري حطيت ايدي على شي وحده. كنت فاش كنشوف شي وحده زوينه كيوسوس ليا الشيطان، ولكن كنت فكرك، كنت فكر حبيبتي خوله اللي شفتها اول نهار فاش تزادت وقالوا لي غدا تكون مراتك. واخا كنت صغير وما فاهمش معنى الزواج، كان عندي يقين في الله باللي إلا صبرت على المغريات اللي كنشوف كل نهار الله غادي يجازيني. والله جازاني بأرق وأنقى وأجمل إنسانة في الدنيا. أنا مع هذيك الهضرة اللي قال لي ما بقيتش حاسة بالدنيا، حط إيده فوق شعري وباسني. حسيت باللي غدا نطيح، هزني وداني فوق الناموسية. بقينا كنشوفوا في بعضياتنا، ما عرفتش شحال ديال الوقت، وانا نقول لي جواد انا خايفه، انا ما عرفتش شنو ندير. قال ما ديري والو، انا غادي نعلمك كلشي. حط ايده فوق صدري. من بعد غيبت، ما عقلتش فين انا وشنو كنديرو. داكشي كان زوين بزاف، اجمل احساس في الدنيا. نسيت كاع الافكار الخايبه اللي كانت عندي على هاد الليله. راجلي كان حنين بزاف، ماشي بغى غير يشبع الرغبات ديالو وينوض، بالعكس كان كيسمع للتنفس ديالي وكيراقب الدقات ديال قلبي، كيشوف الملامح ديالي فاش كيتغيروا. كنت على استعداد فهاديك اللحظه نخليه يدير فيا اللي بغى، ما كنتش باغا داكشي سالي. من بعد هاديك الليله كل شي تبدل في حياتي، وليت انسانه اخرى، ولا عندي سبب علاش نعيش. عرفت معنى الحب الحقيقي مع جواد، تعرفنا اكثر على بعضياتنا. جواد انسان متميز بزاف، فاش كنمشي لعندو العياده او للكلينيك كيكون واحد اخر، جدي بزاف في خدمته. وشحال ديال الناس عاون، كانوا كيجيو عندو ناس فقراء ومحتاجين، وكيدير الخير في الصغير والكبير. وانا دابا كنهضر معاكم وانا جالسه في الكلينيك، كرشي لفمي غدا نولد هاد اليوم، عندي بنيه، وقررت انا وجواد نسميوها آية. كل دقيقه كيجي يطلع عليا وكيحط يده فوق كرشي باش يحس ببنته كتحرك في الداخل ديالي. النهار فاش عرفني حامله، كان غادي يتسطب الفرحه،
العائلة كلها فرحانة وكتسنى ولا شنو؟ العائلة كلها فرحانة وكتسنى آية تجي. بنتي اللي كانت نتيجة ديال حب حلال وزواج تقليدي اللي الأغلبية ديال البنات كيهربوا منه وكيفضلوا طريق ديال الصاحب. كتبقى البنت تفكر إمتى يجي يخطبني، واش ناوي المعقول أو لا كيتفلى، وياك ما كيهضر مع شي واحدة أخرى، وش حال ديال الوسواس. خاص البنات يعرفوا باللي الحكمة الإلهية اللي حرمات الصاحب والعلاقات اللي خارج إطار الزواج ماشي حيت الله ما بغاكش تحسي بالحب أو لا ما بغاكش تكوني سعيدة. بالعكس، الله هو اللي خلقك وعرف أش خلق فيك، وعرف قلبك هشيش وحساس، وعارف باللي ولاد الحرام اللي كيتفلاو كترو والدئاب البشرية كاينين فين ما مشيتي. يمكن في هاد المجال النصيحة كتكون صعيبة، حيث الوحدة فينا كتقول مع راسها خاصني نجرب. أنا بالصح عمري جربت، ولكن كان بغي نقول لكم باللي الحب الحلال أحسن ما كاين في الدنيا. فاش تكوني مع الراجل اللي كتبغي بلا ما تخافي شوفوكم الناس، وفاش كتحسي بولدو في الداخل ديالك، هذاك إحساس آخر ما كيتوصفش. كنتمناه لكل وحدة فيكم، وهذه هي قصتنا اليوم.